السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فارس وجد عبد الهادي، السن 11 عام. أنا بسجل الفيديو دوت عشان أشارك في مسابقة قارئ المليون مشاهدة على صفحة الحناجر الذهبية، وبتمنى تدعموني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. لو عجبك صوت القارئ وحابب إنه يفوز معانا ويكون قارئ المليون مشاهدة، انت في ايدك تساعده، وده طبعا بمشاركتك الفيديو على كل المجموعات. كل سنة وحضراتكم بخير. فريق الحناجر الذهبية.